الحكاية بدأت لما لقيت عندي الأربع قطع دول مربعين ونفس المقاس، وكمان بواقي خشب مقصوصة بميل بالشكل ده كده. فكنت بجرب أركبهم على بعض، وبعدين طلعت في دماغي فكرة الرفوف الحلزونية اللي هنتكلم عنها ونشرحها النهاردة. وكالعادة هسيب لكم المقاسات كلها في وصف الفيديو. المهم إننا نقص الأجناب دي بطريقة متوازية وبنفس الزاوية. فجبت مسطرة نسخ الزوايا وفتحتها على نفس الزاوية، وبقى عندي عيار ثابت أقدر أكرره لنفس الزاوية. على مسافة 28 سنتي هنحط علام عشان هكرر نفس الزاوية بتاعتي. ناخدها بقى على الطرف، وبأي منشار هنقص السدابة بتاعتنا. تقدر طبعا تقص باستعمال أي منشار، أركت أو رأسي أو قرص، حسب بقى اللي عندك. بعد بقى ما قصناها هنقص بنفس ذات نفس الزاوية عدد 6 من الأجناب دي. مفروض بقى اني هركب الجنب في الرف بالشكل ده كده، بس عشان اقدر اثبت الجنب واشتغل عليه قصيت قطعة خشب بالشكل ده كده بنفس الميل بتاع الأجناب، بحيث ان انا اقدر اثبتها في البنك بتاعي بأمطة واركن عليها الجنب، وبعدين امسكه هو كمان بأمطة، هيبقى ثابت معايا واقدر بقى اشتغل عليه واركب فيه الرف. تقدر طبعا تثبت بقى بكوايل او بمسامير او حتى بالبوكيت هول جيك حسب بقى رغبتك. بالنسبة ليا هستعمل المسامير البرمة، اغطس راسها كويس وبعدين ادفن الراس بكوايل او اعواد اسطوانية واقص الزيادة. هنعمل الاول ثقب مقاس راس المسمار على عمق نص سنتي، بونطة 8 ملي متركب فيها عجلة عشان تثبت العمق، ويبقى يدوب على قد ان يدفن المسمار وركب فوقه كويلة. تمام كده، راس المسمار هتغطس تماما. شوية غيرة طبعا بستعمل جنب تاني عشان اقدر اوقف الرف في مكانه. ببونطة بقى 3 ملي اعمل بايلوت هول او ثقب للمسمار عشان يتربط بدون ما يشرخ الخشب، وبعدين اربط المسمار. اكرر العملية، وبعدين نركب الجنب التاني بنفس الطريقة. نقلب الشغل بقى ونركب الرف اللي من تحت بنفس الطريقة والميكانيزم. شوية بقى غيرة عشان نلزق الكوايل مكانها، وبالمنشار هنشيل الكوايل الزيادة. سنة صنفرة، تمام التمام كده، الشكل بقى أمور. ندي بقى الجزء كله صنفرة ناعمة 220 مثلا، وبنفس الطريقة هنعمل جزء تاني مطابق للجزء الأولاني بالظبط. أيوة كده، توأم سيامي متماثل. ومفروض بقى اننا هنركبهم فوق بعض بالشكل ده. تعالوا نشوف. ده كده الرف الفوقاني، مفروض هلزقه في اجناب تحت منه بس راكبه في مكان معاكس للاجناب اللي راكبه في الرف الفوقاني. مشكلة ان الشنيور عندي مش هيدخل عشان يعمل ثقوب او يربط مسامير، عشان كده هستعمل شنيور بوش ال 12 فولت الجديد اللي كنت ناوي اكلمكم عنه في حلقة منفصلة. خليني اعرفكم عليه بسرعة. بوش تي اس بي 12 فولت الاف سي فاست كليك الهيفي ديوتي، غير انه شنيور فك وربط بقدر بقى اشيل الراس دي كلها واركب زاويه ناقله للحركه. طبعا تركيبها سهل، وبعد كده بقدر اعدل واغير اتجاه الزاويه حسب رغبتي وحسب مكان الشغل. وفي الزاويه بقى دي نفسها بقدر اركب راس دريل واعمل ثقوب بزاويه مثلا، او اشيل راس الدريل واركب راس الامباكت او راس مخصوص للفك والربط. في حاجات تانية ان شاء الله هبقى اشرحها لكم في فيديو تاني، فخلينا نركب راس الدريل الاول ونشبك فيه البنطة 8 ملي بتاعتنا اللي كنا شغالين بيها من شويه، ونعمل الثقوب بتاعتنا في نفس المكان وبنفس الطريقه اللي كنا شغالين بيها. نخلص تخريم، نشيل البنطة 8 ونركب البنطة 3 ملي، وبعد كده نشيل الراس بالكامل ونركب الامباكت مع مفك المسامير، ونركب المسامير بتاعتنا. بنفس بقى الطريقة هركب الرف الثالث في مكانه،
وطالما انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك معنا في القناة لو كنت مش مشترك. نيجي بقى لتعليق الرف الحلزوني. في كذا طريقة، زي العلاقات اللي بنرشقها في الحيطة زي ما علقنا الرف اللي مع درج سري، او ممكن النصين الحلوين. كل الطرق دي شرحناها في فيديو سابق، هبقى اسيبها لكم في وصف الفيديو. انما عشان الرف خفيف فانا هستعمل التعليقة البسيطة دي. برسم خط علام رأسي وبمسمارين بركب العلاقة، وبعد كده وش ورنيش شفاف وجبرت يا معلمين، مسمار بفشر في الحيطة، ونعلق الرف وخلاص كده. ايه رأيكم بقى في الرفوف الحلزونية دي؟ طب والله حلوة. هستنى تعليقاتكم وملاحظاتكم وكل استفساراتكم. وانتوا عارفين احنا ما بنطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هنسيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.